متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما شفتوا في بداية الفيديو كل دي فيديوهات منتجة بواسطة ميني ماكس أو هيليو اي اي دوت فيديو هذا الموقع اللي حيمكنك من عمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، كنت اتكلمت من قبل على ميني ماكس ولكن حدثت تطورات في الفتره الاخيره كبيره جدا على صناعه الفيديو بالذكاء الاصطناعي من خلاله زي ما انتم شفتوا اعتقد ان انتم يمكن ما شفتوش مواقع بتعمل فيديوهات بهذا الجمال يعني لو احنا شفنا هنلاقي الحركه ممتازه جدا جدا والتفاصيل ممتازه جدا في الفيديوهات وده اللي هنعمله مع بعض دلوقتي بشكل عملي. لو دخلنا على موقع هيليو اي اي, 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 اي اي اتمنى اكون منطقه صح لاول مره هيكون عندك ثلاث ايام فري ترايل تقدر ان انت تستخدمه بشكل انليمتد، صحيح ان انت بعد فتره من انشاء الفيديوهات هتلاقي الفيديوهات بقت ابطأ شويه في انتاجها وهتستنى مده ولكن هيتيح لك فتره لا باس بها من انتاج فيديوهات لمده ثلاث ايام زي ما انت عايز، بعد كده بيكون لك حوالي 100 كريديتس في اليوم كل فيديو بياخد حوالي 30 كريديت انا شايفة مع النتيجة اللي احنا شايفينها باستخدام هذا الموقع لو عملت ثلاث فيديوهات هيكون حاجة ممتازة جدا اول ما اخش على الرابط اللي هسيبه لك في الوصف اسفل الفيديو ببتدي هنا اعمل حاجتين يا اما بكتب الامر يا اما برفع الصوره صحيحه هنصحها لك من الاول كده لما تيجي ان انت تنشئ السين او المشهد من الاول خالص هياخد وقت طويل جدا خصوصا في الخطه المجانيه عشان كده النهارده احنا هنعمل حاجه مع بعض اسرع وافضل وان انا ارفع الصوره اروح اعمل الصوره بليوناردو اي اي بفلكس 1.1 باي برنامج او موقع بيولد لي الصوره بالذكاء الاصطناعي وابتدي اخدها وارفعها على الموقع واقول له انا عايزه ايه في الصوره وده بصراحه اللي انا عملته لان انا كانت تجربتي مع ميني ماكس من قبل انه بياخد وقت طويل في انتاج الفيديو لو انت من الاول خالص طلبت سين او مشهد معين هبتدي هنا ارفع الصورة اللي انا عايزة اعمل فيها حركة او احولها لفيديو. هبتدي ان انا ارفع الصورة بتاعتي وهنا بقى هبتدي ان انا استعين بشات جي بي تي علشان يولد لي الحركة في المشهد. هبتدي ان انا افتح شات جديد وهنا هقول له اديني امر Describe a scene for a middle, or for a man is looking happy and waving to someone in the street. هنا هاخد الامر وابتدي اروح للموقع بتاعي وابتدي ان انا اقول له جنريت في هنا انهانس للبرومت لو انت حبيت ان انت تفعله عشان يظبط لك الامر دي حاجه راجعه بعد كده هبتدي ان انا اقول له جنريت هنا اعتقد انه مش هياخد نفس الوقت اللي هياخده لما يعملك المشهد من البدايه ده الفيديو بتاعي ده شخص بيلوح لحد في الشارع زي ما احنا شايفين لو خدت بالك علشان هو كان ماسك حاجه في ايده من المفترض ان انت لما تيجي تعمل الصوره ما تخلوش بقى ماسك بايده الاثنين حاجه انا شايفه لو الشخص مش ماسك حاجه في ايده هيكون افضل التعبير حلوه جدا الحركه كويسه جدا بالنسبه لفيديو طويل وفي الاخر خالص بتبتدي تعمل داون بلود. لو تفتكروا قلت لك ان هو بياخد وقت كبير جدا لما بتديله النص وهو بيولد الفيديو من الاول انا عملت الموضوع ده الموضوع ده خد مني وقت علشان كده ما حبيتش ان اضيع وقتك ولكن تعالوا نشوفوا فيديو انا عملته لشخص بيلوح ايضا في الشارع لتاكسي يعني بيشاور له هنا هو باين ان هو سعيد او فرحان زي ما احنا شايفين الجوده كمان حلوه جدا وعاليه جدا فانت لو عندك صبر شويه ساعه او اكتر من ساعه علشان يولد لك الفيديو ممكن انك انت تستنى لكن بالنسبه لي الصوره مش هياخد نفس الوقت لما يولد من الاول خالص الفيديو بالذكاء الاصطناعي حبيت اوريك ده وحبيت اوريك ده تقدر ان انت تشوف الفرق الحركه جميله جدا بالنسبه لفيديو مدته ست ثواني زي ما احنا شايفين ده بالنسبه لي هليو اي او ميني ماكس اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده في انشاء المحتوى ويكون عجبكم من المواقع الرائعه جدا من وجهه نظري والنتيجه انتم شايفينها بنفسكم خشوا جربوا وخدوا الفري ترايل اللي هي لمده ثلاث ايام وحاولوا ان انتم تنتجوا للمحتوى بتاعكم المزيد من الفيديوهات زي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته